بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنها مناسبة سعيدة أن يكون في هذا المعرض المتميز اللي يعتبر باكورة للحملة الإرشادية لوزارة البيئة والزراعة والمياه. سررت بمستوى التنظيم اللي رأيته، يعني أركان للتوعية، أركان للمزارعين، أيضا القوافل الإرشادية تتعلق ب يعني الحشرات اللي ممكن تكون متلفة للمحاصيل الزراعية، أيضا القافلة المخصصة لفحص التربة. يعني الحقيقة أنه جهد رائع تقوم به الوزارة، ويكتمل الجهد بوعي المواطنين والمزارعين. أنا أيضا سرني التوجه للتطوع من قبل الوزارة لأيضا جعل المتطوعين فاعلين في موضوع التوعية الزراعية. الحقيقة أنه جهد كبير ويذكر ويشكر للوزارة، ويعني القافلة ستجوب جميع مناطق المملكة، وأتمنى أنها تحقق الأهداف المرجوة والمتوخاة منها، وبالتوفيق إن شاء الله.